أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في اللقاءات التواصلية عن بعد. اليوم نتواصل معكم بخصوص منهجية المراقبات التي سوف تجتازونها إن شاء الله في إطار المراقبة النهائية أو الرقابة الاستدراكية للموسم الجامعي 2019-2020. ما يتعلق بمنهجية التعامل أو كيفية التعامل مع المراقبات التي سوف يجازها الطالب بكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فغالبا ما يتخوف الطلبة بشكل كبير في هذه العملية البيداغوجية، أي أتحدث عن المراقبات التي سوف يجازها. عملية المراقبة بدورها تحتاج إلى تصور منهجي وإلى سلوك منهجي. إذا ما اعتمده الطالب في مساره فإنه يسهل عليه عملية اجتياز المراقبة وتيسير هذه العملية التي تشق على كثير من الطلبة. فمنهجية المراقبة هي مجموع القواعد التي يتعين على الطالب احترامها كي يجاز عملية المراقبة. الحديث عن المنهجية يقودنا إلى تحديد مضمون هذه المنهجية وآليات تنزيلها. فالمنهجية عموما هو السلوك الذي يجب أن يتخذ وفق ضوابط محددة. هل نحن أمام منهجين أو منهجية واحدة في عمليات المراقبة؟ الجواب بالطبع لا، فالمنهجية تختلف حسب طبيعة السؤال وحسب ما هو مطلوب من الطالب في عمليات المراقبة. دعوني في البداية وقبل أن أخوض معكم مثلي في ذلك مثل باقي أو كثير من الزملاء حول المنهجية، التحديد بعض أو الوقوف على بعض المحددات الأساسية. هناك أو يصعب أن نتحدث عن منهج علمي دقيق موحد وواحد حول قواعد التعامل في المراقبات. بمعنى آخر، صحيح قواعد المنهجية هي قواعد علمية، لكن لا ننسى بأننا في قلب الدراسات القانونية، أي أننا في قلب الدراسات الإنسانية، وبالتالي يصعب أن نقول بأننا أمام قواعد علمية بحتة نهائية وقطعية متفق عليها من قبل الجميع. فقد تجدون أبناء الطلبة الأعزاء، قد تجدون أن هناك اختلافات بين أساتذة وبين مدارس فيما يتعلق بالقواعد المنهجية، لكن على العموم هناك قواعد موحدة وقواعد مشتركة لا يمكن الاختلاف حولها. قبل أن أدخل معكم في تفصيل جانب من جوانب المنهجية، يصعب أن أتناول كل قواعد المنهجية المتعلقة بالمراقبات في الكليات الحقوق أساسا، لكن سأقف معكم في هذا التواصل حول بعض النقاط المتعلقة بحالات من حالات المراقبة، أي بحالات ببعض صور المنهجية. قبل هذا أود الإشارة بداية إلى أن عملية المراقبة هي علاقة جديدة ينسجها الطالب في محيطه الجامعي. فكما تعلمون الطالب طيلة السنة يكون في إطار عملية تحصيل داخل المدرجات وفي القاعات وفي خزانات الكلية أو خارج الكلية، وهذا العمل الأول ديالو. ثم العمل الثاني ديالو يأتي وقت يطلب منه أن يعبر فيما يسمى أو يختبر فيما يسمى بإنجازه لعمليات المراقبة. وقلت عمليات المراقبة غالبا ما تكون محفوفة بكثير من المخاطر بالنسبة للطالب. يكون من أبرز هذه المخاطر مرتبط ب
عوامل داخلية مرتبطة به. هذه العوامل الداخلية قد تنعكس بل إنها تنعكس في الكثير من الحالات على السلوكات دياله. فإذا اليوم نحاول نفتح معكم واحد القوس حول كيفية تدبير عملية المراقبة، ثم نختم معكم في التواصل الأول فيما يتعلق بمنهجية التعامل أو بعض النقاط المنهجية المتعلقة بحالات الإجابة على المراقبة المطلوبة منكم. فمن الأمور الأساسية يجب على الطالب أن يعتبر عملية المراقبة هي فرصة إيجابية بالنسبة إليه لكي يعبر عما راكمه وعما حصله من معلومات وتقنيات في التواصل والتعامل مع المادة القانونية موضوع الاختبار بالنسبة إليه. فكثير من الطلبة للأسف يتعاملون مع عمليات المراقبة بأنها عبء ثقيل، بأنها عملية ربما قد يتخللها كثير من المطبات ومن كثير من عناصر الفشل. فأدعوكم طلبة الأعزاء أن تتعاملوا مع المراقبة بأنها فرصة بالنسبة إليكم لكي تعبروا عما راكمتموه من تحصيل علمي رزين، وبالتالي هي فرصة كي تكافئوا على مجهود ما قمتم به طيلة الدورة أي طيلة السداسية. هذه العملية ديال عملية أو التفكير بشكل إيجابي، بشكل إيجابي مهم جدا. أولا هذا التفكير الإيجابي يجب أن يستند على مجموعة من الأسس. أولها أنك طالب في نهاية المطاف اشتغلت طيلة السنة، وبالتالي من حقك أنك في نهاية هذه الدورة في المراقبة أن تعبر وأن تكشف عما تمكنت منه لكي تجازى جزاء طيبا ومحمودا، ألا هو الحصول على نقطة ومرتبة جيدة في المواد التي تجازها في عملية المراقبة. هذه العملية تقتضي منك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة أن تتوفر أو أن تكون لك ثقة بنفسك. عملية الثقة بالنفس مسألة أساسية، علاش؟ أنك خدمتي العام كامل، وبالتالي حقك بالواجب عليك باش تكون عندك واحد الثقة في النفس. المستوى الثاني واللي مهم جدا هو التدبير الجيد لزمن المراقبة. الكثير من الطلبات يوقع لهم مجموعة المشاكل أثناء عملية المراقبة، منها صعوبة ضبط الوقت. فالامتحان عادة أو المراقبة هي عملية تدبير الزمن وفق معطيات معينة، وبالتالي فأنا بالنسبة لي كطالب يجب أن أدبر زمن المراقبة. ومما يتعين علي في هذا الإطار أن أدبر سلوكي في المراقبة، اللي هو كم هي المدة المخصصة مثلا لقراءة السؤال، المدة المخصصة لتفكير في السؤال، المدة المخصصة لتحرير المسودة، وكذلك المدة المخصصة لتحرير النهائي. فعملية تدبير الزمن عملية بأهمية بما كان. الملاحظة اللي يمكن نقول التالية أو النصيحة الأخرى اللي يمكن نتحدث عليها هو تفادي كل ما من شأنه تشويش عليك كطالب طالبة، تشويش عليك أثناء عملية المراقبة. ولذلك أطلب من طلبة الأعزاء أن يتفادوا كل ما من شأنه أن يشوش عليهم. كل عوامل خارجية ديال التشويش يجب أن تتفادوها حتى لا تواجه بعائق يؤثر على عملية التركيز ديالكم في المدة المحددة للمراقبة، علما بأن المدة المراقبة غالبا ما لا تكون مدة طويلة جدا، وبالتالي تفادوا كل ما من شأنه أن يشوش عليكم في هذه العملية. المستوى آخر في إطار هذا التواصل الأولي، القراءة الجيدة لسؤال المراقبة. فالملاحظات اللي شجنا في كثير من الحالات بأن الطلبات ربما الطالب أو الطالبات يقرأ السؤال بواحد نوع من التسرع. فالعملية ديال قراءة السؤال قراءة جيدة عملية منهجية مهمة جدا. لماذا؟ لأنه كما تعلمون الطالب تيكون عنده واحد الحصيلة معرفية كبيرة وكبيرة جدا، وغالبا ما تيكون السؤال الامتحان أكيد ربما يكون سؤال تحليلي فيه مجموعة المقتضيات في المقرر ديال الوحدة، ولكن قد يكون السؤال متعلق بجزء أو بأجزاء محددة. فعملية القراءة الجيدة للسؤال تجعل الطالب يقوم بإقصاء بعملية لا شعورية، اللي هو إقصاء الأجزاء التي لا تهم موضوع المراقبة، ويتم استحضار في ذاكرته الأجزاء التي لها علاقة بعناصر أو تشكل عناصر الإجابة في المراقبة. فلذلك القراءة الجيدة تقتضي من الطالب عدم التسرع
عدم التسرع في قراءة السؤال وفي استحضار الأجوبة الأولية، ثم وهو يقرأ السؤال قراءة جيدة، وهو يقرأ ويقوم بعمل القراءة الجيدة العقلانية المتعقلة المتعقلة. فأثناء هذه العملية فغالبا تكون عنده في الذاكرة ديالو عملية استحضار عناصر الإجابة الأولية واستبعاد عناصر اللي ربما تتبلو بأنها بعيدة وبعيدة جدا عن موضوع المراقبة. وأكيد أكيد وأنت تقرأ وأنت تقرأين سؤال المراقبة يجب عليك أن تستحضر السؤال التالي: ماذا يريد السائل من سؤاله؟ وأنت تواجه السؤال ديالك الامتحان، حاول دائما طرح السؤال: ماذا يريد من وضع السؤال من سؤاله؟ وبالتالي بهذه العملية هذه تكون عملية قراءة جيدة، قراءة متأنية. وخلال هذه العملية قلت يتم ترتيب بشكل لا شعوري، يتم ترتيب الأفكار في ذاكرة الطالب. قلت إذا هادو عوامل اللي مرتبطه ربما مرتبطه بالتهيئ القبلي لشخصيه للطالب ولضبط سلوكه في الامتحان، بطبيعه الحال مع مجموعه من النصائح الاخرى من قبيل النوم الجيد قبل يوم الامتحان، ومن قبل الاستعداد الجسماني الجيد، وكذلك ربما الوصول الى مكان المراقبه بشكل مبكر حتى يتسنى حتى لا تقف في موقف محرج وحتى لا يمارس عليكم او تمارسوا على انفسكم نوع من الضغط النفسي. اذا كان هذا على الاقل في الشق المتعلق بتهيئ الطالب لولوج عمليه الامتحان وكيف اتعامل مع ورقه الامتحان او المراقبه. فيما يتعلق بالشق الجاي او الخاص بمنهجيه الامتحان، بطبيعه الحال احنا في كليه الحقوق بان مجالات المراقبه ليست واحده وموحده، بمعنى اخر بان السؤال الذي يواجهه الطالب في ورقة المراقبة لا يكون من نوع واحد، وإنما الطالب في كلية الحقوق قد يواجه بسؤال مباشر، وقد يواجه بسؤال تحليلي، وقد يواجه بنازلة قانونية، وقد يواجه بتعليق على حكم أو قرار قضائي، وقد يواجه بتحليل نص قانوني. بالتالي تلاحظون معي الطالبات وطلبة الأعزاء بأن لسنا أمام حالة واحدة، بمعنى بأنه بتعدد مجالات المراقبة تختلف وتتعدد منهجية التعامل، فلكل طبيعة سؤال معين منهجية معينة. انا يعني صعب في هذه المده المخصصه في هذا التواصل ديالي معكم اليوم باش ربما صعب باش نديروا قراءه في المنهجيات كل حاله على حده، ولكن غادي نحاول نوقف على اهم ما تواجه الطلبه بالاخص على مستوى الاجازه. فعاده تنميز بين السؤال البسيط وبين السؤال المركب. دعوني اقول لكم السؤال البسيط والسؤال المركب. بالنسبه للسؤال البسيط غالبا او ما يسمى عند الطلبه بالسؤال المباشر، غالبا السؤال المباشر حينما يوضع السؤال المباشر وهنا نفتح قوس ونقفلو بسرعه، راه ماشي عيب السؤال المباشر وماشي بالضروره هو ذاك السؤال البسيط اي السهل. فالسؤال المباشر غالبا يضعه الاستاذ، يضع السؤال المباشر لاختبار مدى تمكن الطالب من تمكنه من المعلومات الضروريه في تخصص معين. فأنتم كطلبة ديال كلية الحقوق تدرسون المواد القانونية ويفترض فيكم تمكنكم من المعلومات القانونية الضرورية في التخصصات التي تدرسونها، بالتالي تكون السؤال المباشر هو اختبار مدى تمكن الطالب من المعلومات القانونية وعنده منهجية ربما أتي عليها. بالنسبة للسؤال المركب، السؤال المركب هو السؤال الذي يختبر فيه الطالب بالإضافة إلى المعلومات التي يتعين أن يتوفر عليها، يختبر في مدى تمكنه من توظيف تلك المعلومات توظيفا عقلانيا صحيحا. وبالتالي الفرق بين السؤال المباشر والسؤال المركب أن السؤال المباشر تكون المعلومة تختبر في المعلومة للمعلومة، أما بالنسبة للسؤال المركب تختبر في المعلومة من أجل توظيفها. وهذا توظيف المعلومة قد يأتي في مجموعة من المحطات، قد تكون في إطار موضوع تحليلي حلل وناقش، نعطيك مثلا موضوع معين حلل وناقش، أو ممكن يكون في إطار نازلة قانونية وبالتالي هو تنزيل حكم القانون على وقائع في النازلة، قد يكون هذا السؤال التركيبي في إطار التعليق على حكم أو قرار قضائي،
أو قد يكون في إطار تحنس قانوني. وبالتالي فصور السؤال التركيبي هي سؤال هي صور متعددة ومتنوعة. بالتالي السؤال البسيط نرجع للطريقة ديال التعامل ونأخذ مثلا نموذج ديال السؤال البسيط. السؤال البسيط بيطلبش مني منهج كطالب أو طالبة، بيطلبش مني منهج معينة، مقسم يطلب مني ضبط معلومات قانونية من قبيل التعاريف، من قبيل المفاهيم، من قبيل الشروط، من قبيل الآثار. وبالتالي ففي هذه الحالة هذه تيكون عندي سؤال مباشر عرف كذا أو تحدث عن كذا، فتيكون عندي الجواب ديالي فيه هو كيف نظم المشرع المغربي أو كيف عرف النص القانوني أو كيف عرف القضاء أو كيف عرف الفقه مؤسسة قانونية معينة. أو كذلك لو كان السؤال يتعلق بشروط مؤسسة معينة من مؤسسة القانونية أو آثار معينة. فبالتالي الحديث هنا على السؤال المباشر تطلب مني تطلبش مني مجهود منهجي معين، بكثر ما تطلب مني كطالب أو طالبة تطلب مني تمكني أو إبراز تمكني من معلومات دقيقة ومحددة. السؤال المركب تطلب مني كما قلت بالإضافة إلى المعلومة تمكن المعلومة توظيف أو حسن توظيف تلك المعلومة في وفق منهج وقالب منهجي معين. وهذا القالب المنهجي يختلف حسب كوننا أمام سؤال تحليلي أو نازلة قانونية أو تعليق على حكم قرار قضائي أو تعلق الأمر بتحليل نص قانوني. هنا المنهجية تختلف، فمنهجية تحليل الموضوع، الموضوع كما تعلمون تكون عندي موضوع حليل ونقيش، تكون عندي موضوع مركب ثلاث أجزاء ألا وهي المقدمة والعرض والخاتمة. والمقدمة بالضرورة يجب أن تتكون على الأقل مربعة إلى خمس محطات أساسية، يتعلق الأمر بالإطار العام للموضوع وقد ينضاف إليه الإطار الخاص، ينضاف إليه الأهمية النظرية والأهمية العملية للموضوع، يضاف إليه التطور التاريخي لمؤسسة قانونية معينة متى كان التطور التاريخي له أهمية في دراسة الموضوع. أضرب لذلك مثال، فلو تعلق الأمر مثلا بموضوع مثلا سؤاله في الشركات التجارية، لو تعلق الأمر بسؤال في الشركات التجارية إذا لابد هنا من الحديث أو تخصيص جانب المقدمة ديال الموضوع ديالي إلى التطور التاريخي. لماذا؟ لأن قوانين الشركات قوانين تتغير بشكل مستمر، ودليل في ذلك مثلا في قانون الشركات التجارية آخر تعديل عندنا في 2019 هو القانون 20/19/21/19. إذا ما يمكنليش كطالب نتناول الموضوع ديالي وما نشيش في المقدمة بأن الموضوع عنده تطور تاريخي وها آخر قوانين اللي متعلقة به. بعد الإطار العام والخاص والأهمية النظرية والعملية والتطور التاريخي توصل المرحلة الرابعة على مرحلة الإشكالية. ما هي إشكالية الموضوع؟ ما هي الإشكالية التي يطرحها الموضوع؟ وانتبهوا طالباتي وطلبتي الأعزاء بأن الإشكالية ليس بشيء جاهز، وإنما الإشكالية تخلق من سؤال من موضوع السؤال المطروح. وبالتالي ما يمكنناش نجيب معنا إشكالية جاهزة أو تصميم جاهز. الإشكالية تفرز وتخلق وتستنتج وتطرح من السؤال موضوع المراقبة. بعد الإشكالية نمر إلى الإعلان عن التصميم. الإعلان التصميم أي هو المخطط والبناء المنهجي الذي سيعتمده الطالب في ورقته كي يجيب عن إشكالية الموضوع التي تجيب عن سؤال موضوع المراقبة. ولكي تتأكدوا من صحة إشكاليتكم ومن صحة التصميم ديالكم يجب أن يكون الجزء الأول والجزء الثاني من التصميم، إذا أضفت الجزء الأول إلى الجزء الثاني من التصميم يعطيك الإشكالية التي هي موضوع المراقبة. وبهذه العملية تكون تأكدت بأن التصميم ديالك صحيح وانتهيتي من المقدمة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالعرض، وغالبا العرض يكون مكون من محورين في الدراسة اللاتينية أو تبعا للدراسة اللاتينية تمشي التقسيم الثنائي ثم إلى خاتمة. والخاتمة كما دائما تقول الطلبة تلك خواتمكم، فاختموا مواضيعكم بالطريقة التي ترونها مناسبة، إما خاتمة مقفلة وتنقل نعم أم لا، أو خاتمة ممكن أن أعتمد الخاتمة مفتوحة عبر جعل الخاتمة مفتوحة على سؤال آخر دونك هذا بشكل أساسي ما يتعلق بمنهجية تحليل موضوع قانوني. بالنسبة للنازلة، النازلة غالبا ما تعرض عليكم نازلة اللي عبارة عن وقائع معينة ويطلب منك رأي القانون في تلك الوقائع. ومنهجية النازلة تختلف تماما عن منهجية الموضوع التحليلي.
إذن تلاحظ معي الطالبة والطالب طلب طالبات والطلبة الأعزاء بأن منهجية النازلة قلت سوف تختلف عن منهجية الموضوع التحليلي. فالنازلة تنطلق من وقائع وتنتهي إلى بحلول قانونية أو تنتهي إلى حلول قانونية أو تنتهي إلى تنزيل حكم القانون على تلك الوقائع التي أعطيت لك في ورقة المراقبة. وبالتالي هذا المستوى الثاني ديال التفكير في النازلة هي عملية يجي يتعين على الطالب أن يتوفر على المعلومة القانونية وأن يستوعبها استيعابا جيدا وأن يكون بمقدوره أن ينزلها تنزيلا صحيحا على الوقائع النازلة. فالنازلة غالبا تتكون عبر قيام بعملية سرد وقائع النازلة وتحديد الإطار العام لهذه النازلة، تحديد الإطار العام القانوني ديالها، ثم طرح الإشكالية ديال النازلة وانتهاء بالإعلان عن تصميم أو طريقة تناول هذه أو عناصر الإجابة على هذه النازلة. ننتهي من المقدمة ثم نمر إلى العرض، وغالبا ما يكون العرض هو إجابات مفصلة وفق محاور بعدد أو تكون محاور عرض النازلة بعدد المحاور أو الأسئلة المطروحة في النازلة. فعملية قلت النازلة في طريقة ديال التعامل ديالنا معها في المنهجية هناك اختلاف ربما نقول لكم فقهي بالأساس ده حول المنهجية. فهناك من يعتمد في مقدمة النازلة، فهناك من يعتمد على الإطار العام أولا في المقدمة ديال النازلة، هناك من يعتمد الإطار العام للنازلة ثم سرد الوقائع ثم الإشكالية ثم التصميم، بعد ذلك ننتهي إلى العرض. لكن وكما قلت لكم في بداية هذا التواصل معكم اليوم بأنه فيما يتعلق بعملية قلت النازلة أو المنهجية في العلوم القانونية، نحن لسنا أمام العلوم البحتة وإنما نحن أمام علوم قلت فرع من فروع العلوم الإنسانية. وبالتالي هناك هوامش من الاختلاف بين الأساتذة حول المنهجية. ولكن الفكرة الأساسية التي أريد أن أوصلها إليكم مع اعتماد هذه الأرضية التي نتواضع ونتشرف بتقديمها لكم، لا تنسوا أن تعتمدوا المنهجية التي يحددها لكم أساتذتكم في مدرجات الكلية. نحن فقط هذا التواصل هو نوع من وسيلة استئناسية أو إضافية بالنسبة إليكم. فأنا بالنسبة لي أعتقد بأنه بالنسبة النازلة ما هو القلب النابض والروح الأساسية للنازلة؟ النازلة أساسها هي الوقائع. وبالتالي أنا أؤكد على أن الفهم الجيد والتعامل الأولي والرزين والمتعقل مع الوقائع النازلة هو الذي سوف يساعد الطالب بشكل أساسي وبشكل كبير في التوفق في إجاباته عليها وتنزيل الجيد لأحكام القانون على الواقعة. وبالتالي أعتقد بأن أول نقطة في مقدمة النازلة هو استخراج الوقائع وقراءة الوقائع بنوع من التأني وإعطاء الوقت الكافي لقراءة وقائع النازلة وكتابة هذه الوقائع بأسلوب الطالب وبشكل تسلسلي سواء في التواريخ أو في الأحداث. إذا ما انتهينا من استخراج الوقائع وإعادة صياغتها بأسلوب الطالب، نمر إلى تحديد الإطار العام حول ماذا تتحدث، ما هو الإطار العام المنظم لهذه النازلة، هل يتعلق الأمر بمقرر الوحدة ككل أو بمحور من محاور هذه الوحدة. بعد تحديد الإطار العام ننتقل إلى طرح الإشكالية. غالبا بالنسبة للإشكالية إشكاليات النازلة نأخذها انطلاقا من الأسئلة الموجهة إلينا في هذه النازلة. وبالتالي فإشكاليات قلت النازلة مرتبطة ومستقات ومستخرجة من أسئلة النازلة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الإعلان عن التصميم. سأجيب عن النازلة انطلاقا من محاور وتكون المحاور بعدد الأسئلة الموجهة. ثم نكون بذلك قد انتهينا من المقدمة ثم نمر إلى العرض. بالنسبة للعرض غالبا العرض تكون محاور أو يكون عدد محاور العرض بعدد الأسئلة التي طرحناها في الإشكالية، ونجيب عن كل إشكالية بشكل متتابع بلغة قانونية ونلائم ونوفق بين الوقائع المعروضة علينا وبين حكم القانون، وفي نهاية المطاف تنخرجوا في كل محور تنخرجوا بسجلنا. هل تحتاج النازلة إلى خاتمة؟ أقول بأن النازلة لا تحتاج
يحتاج إلى خاتمة، فيكتفى بذلك بمقدمة بشكل الذي أوضحت لكم، وبعرض يتناول في يقسم إلى محاور. تلك المحاور هي مجموعة من الإجابات على الأسئلة المطروحة في النازلة، وأكون بذلك قد انتهيت فيما يتعلق بشقين فقط أو بمظهرين مظاهر المنهجية في المواضيع التحليلية، تحليل موضوع قانوني ونازلة قانونية. وإن شاء الله سأقدم لكم تمرينا عمليا لتنزيل أحكام منهجية تحليل نازلة قانونية على نازلة معينة. إلى ذلكم نلتقي في لقاء قادم، وشكرا لكم.